لما تلاقي براندات عالمية معروفة جدا بتدعم الشواذ جنسيا، والبراندات دي موجودة في الدول العربية واغلب المجتمعات العربية بتستخدمها، يبقى في حاجة غلط في توجهات والافكار المرسلة للمجتمع العربي كله. فعل الشواذ جنسيا او بالاصح الفحش الجنسي قادر على ابادة الكوكب كله، على عكس فطرة الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه علشان يعمر ويصلح في الارض ويتكاثر في الارض. الشاذ جنسيا مش مريض زي ما الناس متخيلة، لا بالعكس، ده بكامل صحته، والدليل هقوله لكم بعد ما تشترك في القناة وبعد الانترو. الشذوذ الجنسي او الفحش الجنسي زي ما احنا قلنا انتشر في المجتمعات الغربية بصورة كبيرة جدا. يكفيك تعرف ان في عملية مسح احصائي شملت 39 دولة تبين ان اكتر من 80% من الغرب متقبلين فكرة الفحش الجنسي، ونسبة القبول في المجتمعات العربية والدول الاسلامية ما بتتعداش 1%. واكبر تجمع للشواذ جنسيا على الاطلاق بيبقى داخل اكتر دول اباحة للجنسية زي هولندا وايطاليا وكندا وفرنسا وامريكا وبريطانيا، دول اكتر دول بتستحوذ على اعلى معدلات للشواذ جنسيا. والمناطق اللي مش موجود فيها شذوذ جنسي في الغرب هي اكتر المناطق اللي بتحتوي على كنائس، او اكتر المناطق اللي بيغلب عليها الطابع الديني. باستثناء كده فالغرب مطبق الان على قبول فكرة الفحش الجنسي. طيب هنا بيظهر سؤال، الفحش الجنسي ده ليه علاقة بالجينات؟ ومع انتشار الثقافة دي في الغرب فبديهيا بيدوروا على ادلة يثبتوا بيها صحة فعلهم او صحة كلامهم. وبالفعل سنة 1993 عالم الجينات الامريكي دين هامر عمل دراسة على المؤشر الجيني XQ28 موجود على كروموسوم X، والمؤشر الجيني ده كان متخيل لغاية وقت قريب ان هو ليه علاقة بالفحش الجنسي، وبعد تجارب كتيرة جدا عملها تبين فشله، وتبين ان مفيش اي علاقة ما بين الجينات وما بين الفحش الجنسي او الشذوذ الجنسي، وده اللي اكده نتائج ابحاث العلوم العصبية الاكلينيكية بجامعة اونتاريو في كندا عام 1999. النتائج دي اللي ردت على كل الابحاث اللي عملها دين هامر خلال الفتره اللي فاتت، اللي اثبتت ان المعلم هامر كان الفتره اللي فاتت دي كلها بيهرف اي كلام وخلاص، وبعدها هو طلع وتراجع عن الكلام والابحاث اللي هو قدمها. فالابحاث اللي خرجت من جامعه اونتاريو كانت معموله على التوائم المتماثله اللي بيكون بنسبه 100% جيناتها شبه بعض، والابحاث دي اثبتت ان التوام المتماثل يستحيل تكون ميوله الجنسيه واحده. واغلب الدراسات الصحيحه بتقول ان المحدد الرئيسي للفحش الجنسي هو البيئة المتدمرة اخلاقيا وملهاش اي دعوة بالجينات. ودلوقتي الاطباء الملاحدة في الغرب بيعترفوا ان الشاذ جنسيا يمكن ان يتعافى لان قضيته مش حتمية زي ما هم كانوا بيقولوا الاول. ومع اعتراف الرئيس السابق للجمعية الامريكية للطب النفسي صراحة قال ان الشاذ جنسيا يمكن ان يتغير. والحاجة المقرفة والمقززة جدا في الموضوع ان المهووسين بالموضوع ده بيحاولوا يدوروا على مبرر ليهم في عالم الحيوانات. على فرض ان بعض الحيوانات بتعمل كده، يبقى المبرر انك كانسان صاحب عقل تستدل بأي تصرف من عالم الحيوانات، يبقى حضرتك كده بقى اللي بتقتل جوزها ممكن تستدل قدام المحاكم ان الأرملة السوداء اللي هي احد العناكب بتقتل هي كمان جوزها ليلة الدخل. بالنسبة بقى لعالم الحيوان فبيقول الدكتور شارل سوكرايدز الباحث المتخصص في دراسة الشذوذ الجنسي، الشذوذ الجنسي فعل قاصر على الانسان فقط ولا يوجد شذوذ جنسي في الحيوان. وبيعتبر الدكتور شارلز ان الشذوذ الجنسي عند الحيوان اسطورة سخيفة. المدهش جدا في الابحاث اللي قدمها الدكتور شارلز انه بيقول ان الكلاب بتلجأ للشذوذ الجنسي عن طريق الخطأ. فمثلا انثى الكلب لما بتبقى في مرحلة مستعدة للاتصال الجنسي فبترسل رائحة مميزة جدا، وبعد الاتصال الجنسي بالذكر بتتعلق الريحة دي في الذكر فبيصبح هو نفسه هدف لذكر اخر، اللي بيؤدي في اوقات نادرة جدا للاتصال الجنسي عن طريق الخطأ. وبغض النظر عن ده فالمدهش فعليا ان الشواذ بيدوروا في عالم الحيوان على مبرر لعملتهم المنيلة ب60 نيلة دي. الموضوع ما بينتهيش على مرحلة الشذوذ الجنسي بس، لكن لا، ده في مرحلة تانية اسوأ منها بكتير. الغرب دلوقتي بيطالبوا بالسماح لهم بالشذوذ الجنسي مع الاطفال. راجع في الموضوع ده تنظيم رجال يحبون الاطفال. سويسرا دلوقتي بصدد الموافقه على مشروع السماح لهم بزنا المحارم، وفي السويد تمت الموافقه رسميا على الاستمناء في الاماكن العامه. لكن انا متخيل المرحله اللي جايه مش هتبقى واقفه بس على الشذوذ الجنسي عند البشر، لا دي كمان هتروح للحيوانات، والموضوع ده بالفعل بدا في الظهور. وانت بتقرا في الصحف دلوقتي على فترات بتلاقي في حوادث خيانه مش طرفها امراه ولكن طرفها حيوان اليف، ومعدلات ارتكاب الشذوذ الجنسي مع الحيوانات ارتفعت بصورة غريبة ومخيفة جدا في الفترة الأخيرة اللي اقتربت من الخمس في بعض البلاد. وفي البرازيل وصلت نسبة الفحش الجنسي مع الحيوانات إلى أكتر من 34% من تعداد السكان، ودي طبيعة النفس الإنسانية، لو فتحت لها طريق أو نافذة بتبقى عايزة التاني والتالت والرابع إلى ما لا نهاية، أو بتوصل كمان للانتحار زي ما شفنا صرح جازي اللي بدأت بدعم الإلحاد والفحش الجنسي المثلية الجنسية يعني، وبعدها انتهى
انتهت حياتها بالانتحار، والغريب ان هي انتحرت بكامل حريتها وبكامل اختيارها، وكمان في البيئة اللي بتدعم كل افكارها، ولا حول ولا قوة الا بالله. وده اكبر مثال على صدق المقولة اللي بتقول من ملك نفسه ملك ومن ملكته نفسه هلك. الخلاصة ان مشكلة الشذوذ الجنسي هي مشكلة اخلاقية 100%، والشاذ جنسيا او اللي بيرتكب الفحش الجنسي علشان يتعافى لازم يعترف بينه وبين نفسه بالمعاصي اللي كان غرقان فيها قبل افكار الشذوذ الجنسي ما تدخل لعقله وتشغل مكان من افكاره، لان الشذوذ الجنسي بيجي بعد مرحلة كبيرة جدا من العربدة في السلوك الغير منضبط. فكل انسان بيسلك سبيل غير رضا الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بيبعده اكتر، ولو ظلم الانسان نفسه وسلمها لهواه هيضيع. فلازم يكون عنده إرادة ونية وعزم وقصد، وبعدها يصدق في اللجوء إلى الله عز وجل والانكسار بين يديه والإقرار بالمعصية والعزم على عدم العودة مرة تانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى لو علم من العبد ده نيته الصادقة في التوبة هيعينه سبحانه وتعالى وهيرزقه التقوى اللي هتحفظه من العودة مرة تانية في الخطأ ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فاتقوا الله في أنفسكم ولا تبدلوا نعمة الله خبثا. آسف جدا على الإطالة، طولت عليكم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.